الأحبة الكرام، هذه الجائزة عاصرتها من بدايتها، كيف استطاعت هذه الجائزة أن تدخل ثقافة التميز إلى داخل قطاع العمل الخيري؟ مجموعة التنميات القابضة الحقيقة كجهة غير هادفة للربح تسعى لتحقيق المؤسسية والاستدامة في القطاع الخيري، تتشرف بالشراكة مع جائزة التميز في العمل الخيري، ولأنها ترى أن جائزة التميز في العمل الخيري أحد الروافد المهمة في تحقيق المؤسسية والتميز في هذا القطاع بإذن الله تعالى. طبعاً تتبع الجائزة آليات احترافية متعارف عليها عالمياً في التقييم، سواء تقييم مكتبي ثم تقييم ميداني ثم تحكيم من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة أو محلية دولية تكون مشتركة وذات حيادية تامة، ويتم ذلك من قبل المقيمين محترفين، يتم تأهيلهم وتدريبهم من قبل الجائزة، وهم يأتون بخبرات كبيرة تراكمية من جوائز أخرى. أهلا بكم. ضيفنا الكريم في هذا الموضوع الدكتور عايض العمري، وهو الرئيس التنفيذي لجائزة التميز الخيري، معنا من جدة. مرحبا بك دكتور عايض. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. دكتور عايض، نبي نتكلم عن فكرة الجائزة في البداية، حدثنا عنها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الجائزة أطلقت قبل 5 سنوات والآن هي في دورتها الثالثة. الجائزة هدفها نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، تطبيقاته وبرامجه في قطاع العمل الخيري. يعني تتفرد الجائزة أنها متخصصة في قطاع العمل الخيري، فهي أول جائزة تقريبا في مجال الجودة والتميز المؤسسي بشمولية تتعالج ما يتعلق بهذا الموضوع في قطاع العمل الخيري. الآن هي في دورتها الثالثة، والدورة الأولى والثانية، ودورتها تقام كل 2. طبعا هي تقارع مثيلاتها من الجوائز المحلية أو الإقليمية والعالمية في بناء نموذجها العلمي، معاييرها التي تستند إليها، معاييرها فيها شمولية كاملة تبدأ بالقيادة والاستراتيجية، ثم إدارة الموارد البشرية وشؤون المتطوعين، إدارة الموارد المالية وتنميتها والأوقاف، ثم إدارة الشراكات وما يتعلق بالمرافق المتعلقة والموارد الأخرى للمنشآت الخيرية، إدارة العمليات والخدمات، هذا معيار رئيسي ومهم جدا داخل النموذج الجائزة، وكذلك تعني بالحوكمة والشفافية، فردنا معيار خاص بالحوكمة والشفافية لأهمية لقطاع العمل الخيري. ثم هناك النتائج، معايير 3 للنتائج الرئيسية. فالجائزة مبنية على يعني آخر ما توصل إليه، يعني مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي، وتراعي خصائص العمل الخيري، وتم تصميم النموذج ومجالات الجائزة الثلاثة باحترافية بحيث أنها تخدم العمل الخيري وترتقي بالعمل الخيري وكفاءة الأداء المؤسسي، والانتقال من ربما العمل الفردي في بعض المنشآت إلى العمل المؤسسي المبني على منهجيات وأنظمة وبرامج موثقة وآليات عمل واضحة، ويتم تطويرها وتحسينها باستمرار. جميل. وهذا الهدف الأسمى لأي برنامج جودة. أيضا التطوع يحمل جانبا ضمن الأهداف يا دكتور عايض، حدثنا عن هذا الجانب. طبعا العمل التطوعي، العمل الخيري بالذات في المملكة السعودية، قطاع العمل الخيري يعتبر رائد في العمل الخيري، وبادر إلى تبني العمل التطوعي منذ سنوات طويلة جدا، وسبق به كثير من القطاعات في المملكة. الجائزة أفردت معيار فرعي خاص بإدارة شؤون المتطوعين، وكيف ممكن الجمعيات الخيرية أنها تستقطب المتطوعين وتختارهم باختيار بعناية، وكيف تحافظ عليهم، كيف تمكنهم، تدربهم، توفر لهم بيئة عمل تحافظ عليهم واستدامة العمل التطوعي، وكذلك جذب عدد أكبر من المتطوعين. من نعرف ما يخفى عليك أختي الكريمة أنه مبادرة المملكة، يعني رؤية المملكة 2030 فيها مبادرة خاصة بالعمل التطوعي، وفي طموح لدى المملكة أن نصل إلى 1,000,000 متطوع في 2030. الجائزة حقيقة تصب في هذا وتدعم هذا التوجه، وتحاول أن تؤسس
يعني منهجيات عمل للعمل التطوعي في قطاع العمل الخيري. بالنسبة لمستوى التفاعل مع هذه الجائزة إن كان حتى في الموسم هذا أو المواسم السابقة كيف ترى؟ والله حقيقة فاق توقعاتنا الحمد لله، يعني كان إقبال منقطع النظير يعني من الجمعيات والمشاريع. هي ثلاث الجائزة لها ثلاث مجالات، المجال الأول هو المنشآت الخيرية المتميزة ويعني بالجمعيات وبالمنشآت الخيرية للتميز المؤسسي، والمجال الثاني خاص بالمشاريع. العمل الخيري يتميز بأنه يقوم على مشاريع، وهذه المشاريع تتحول أحيانا إلى كيانات وإلى جمعيات. فاهتمت الجائزة يعني ثقافة إدارة المشاريع وكيف يتم التخطيط للمشاريع وكيف يتم تحسينها وتطويرها وقياس نتائجها ومنهجيات العمل فيها. المجال الثالث وهو مجال مهم جدا وأنا أسميه مستقبل العمل الخيري، وهو مجال الأفكار الإبداعية المتميزة في مجال العمل الخيري، موجه للأفراد ومفتوح لكل قطاعات المجتمع داخل وخارج المملكة. العام الدورة الماضية تقدمت حوالي 700 فكرة من 20 دولة حول العالم. طبعا الغالبية العظمى كانت من المملكة، ولكن الأفكار هذه تمثل خزان أفكار لمستقبل العمل الخيري، كلها مبادرات فيها مشاريع وأفكار لمشاريع مستقبلية لتحسين وتطوير العمل المؤسسي. جميل. في العمل الخيري. كيف تصف الجمعيات الخيرية الغير ربحية في السعودية وفعاليتها؟ قطاع العمل الخيري والجمعيات الخيرية، المملكة أقدر أقول بكل ثقة هي رائدة العمل الخيري في العالم الإسلامي. لدينا تاريخ عريق ويعني وإنجازات كبيرة في مجال العمل الخيري يشهد للمملكة بها في ذلك، والجمعيات الخيرية أكثر من 700 جمعية منتشرة في قطاعات المملكة ومقسمة على 4 مجالات رئيسية، اللي هي مجال الدعاوي، مجال التعليمي، مجال الإغاثي، ومجال الاجتماعي. هناك جمعيات خيرية كبرى في المملكة حقيقة لها دور كبير جدا في خدمة المجتمع وفي إسعاد المجتمع وفي تقديم خدمات لفئات معينة من المجتمع، كذلك يعني توفير مصارف للزكاة وللتصدقات والتبرعات ولأهل الخير، وبالتالي هذه الجائزة جاءت لتعزز يعني هذه المنظومة وتكون مبنية على أسس احترافية وعلى آخر ما يعني أفضل الممارسات الموجودة في الجودة والتميز المؤسسي، وبالتالي نحافظ على ديمومة واستدامة هذا الخير في المملكة العربية السعودية. كيف تصف لنا مستقبل هذه الجائزة؟ والله أنا متفائل إن شاء الله، وكل القائمين على الجائزة متفائلين أن هذه الجائزة يعني تخطو خطوات قوية نحو العالمية، ووجدت يعني قبول واستحسان من خبراء دوليين حكموا نموذج العالمي الجائزة وأشادوا بالمهنية والاحترافية اللي قام في الخبراء المحليين بمساعدة بعض الخبراء من العالم العربي والإسلامي في تصميم هذا النموذج. الجائزة طبعا أنا أجدها من خلال منبركم الكريم يعني دعوة لقادة العمل الخيري، مدراء الجمعيات الخيرية في المملكة السعودية والأفراد المهتمين بالعمل الخيري الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية التي توفرها لهم الجائزة بالتقدم للجائزة والتقدم على مجالاتها الثلاثة، الاستفادة من معايير الجائزة ومن آليات التقييم والتحكيم الاحترافية التي تم إدارة الجائزة بها، وكذلك هناك جوائز قيمة للفائزين، وكذلك هناك تقرير تعقيبي، التقرير هذا الفني الذي يقدمه الخبراء والمقيمين في نهاية الدورة إلى الجهات التي تقدم الجائزة، أنا أعتبره خارطة الطريق للجودة والتميز المؤسسي لأي منشأة خيرية في المملكة السعودية تستفيد منه وتعرف نقاط قوتها وما هي أبرز نقاط الفرص التحسين والتطوير وكيف يمكن أن تسير في سلم العالمية. وباب التقدم للجائزة سوف يتم إغلاقه يوم الأحد القادم، يعني يوم 13 ربيع الثاني. جميل. فرصة ذهبية الحقيقة أن تتقدم الجمعيات وتستفيد من هذا الجانب. جميل، احنا وصلنا إلى الختام، شكرا جزيلا لك دكتور عايض العمري الرئيس التنفيذي لجائزة التميز الخيري. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم.